جيت في هذه المناسبه ولنهنيكم بالعيد العالمي للمراه، وكذلك نشكركم على الاحتفاليه اللي هي احتفاليه نعتبر على انها مزدوجه، احتفاليه بالعيد العالمي للمراه ولكن كذلك احتفاليه من نوع خاص بضيفات كريمات، سواء الاخت اللي من بوركينا فاسو والاخوات اللي جاونا من شتى المناطق والمدن المغربيه. هذا يوم نفتخر به، نعتز بالتواجد ديالكم معنا، وفعلا على انكم جيتوا باش تحيوا واحد السنه ديال صله الرحم، وجيتوا كذلك باش تشهدوا كباقي سكان العالم اللي دائما كنستضيفوهم سواء في المدن الجنوبيه وعلى مستوى شمال المملكه ووسط المملكه بالنهضه التنمويه غير مسبوقه في عهد جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده منذ اعتلائه الحكم وفي جميع المجالات. اليوم انتم كتواجدوا في اقليم عزيز لكل المغاربه، وشد حتى هو نصيبه في التنميه المستدامه، واللي تعيشوا انتم فيها على واقعها الان كتشهدوا وكتفتخروا على انك المسمار حتى هو غادي في التنميه وماشي في التنميه، ولكن الفضل فعلا على انه يرجع جلاله الملك محمد السادس نصره الله وإياه والملوك العلويين الاشراف منذ اعتدائهم على 10 سنين بالتسلسل، لكن كذلك بفضل واحد الشريحه كبيره من المجتمع خاصة على المستوى الاقليم الجنوبي والمجتمع شريحه ديال النساء اللي كانوا حتى هما تلاقوا واحد اللواء اللي قدموا تضحيات سواء تحدي كبير تضحيات قويه جدا وبادروا مجموعه من المبادرات الخلاقه ودافعوا حتى هما على الوحده ديال الوطن واعطوا تضحيات كبيره في هذا المجال الكبير. وماشي الا مجال ديال التضحيات والدفاع عن القضية الوطنية ولكن حتى في المجالات اللي ذكرتو سابقا من خلال مساهمات من فعالات كل على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي وغيرهم، وكذلك دفاعهم وسماتهم الكبيرة والقوية للقضية الوطنية، ولكن أيضا في مجال ديال التنمية المستدامة اللي كانوا دائما موجودات وحاضرات. كذلك بغيت ننوه بالأخوات الاخوات على مستوى الاقليم ديال السمارة اللي حتى هما كانوا في مستوى الحد، كانوا كيشرفونا صراحة سواء محليا او جهويا على مستوى العالمي الوطني، كانوا دائما رائدات في المجال ديالهم ولا المجالات المتنوعة المجالات. هذا كفرح الاساسي عندي هو على انه تستمر يعني هاي اللحمة يستمر يعني هذا التنوع اللي هو مهم ومهم جدا، تحاولوا ما يمكن انكم تبادلوا هذا النوع من التجارب، تبادلوا هذا النوع من الخبرات سواء على مستوى باقي مدن المملكه وعلى مستوى كذلك الجانب الافريقي والدولي، خاصة الجانب الافريقي. اليوم كتحضر معنا السيده مسؤوله الامن القومي في البوركينابي، ومزيان ندير معها واحد المجموعه من الشراكه، احنا مستعدين اننا ندعموا ونسلموا ولأي شي حاجه اللي هي صابت عليكم احنا موجودين حتى حنا الاساسي عندنا هو هذا الانفتاح القوي اللي حتى ما نقولوا على ان المناطق الجنوبيه غير جذابه، راه بالعكس راه فيها ما يدار، فيها حتى على مستوى المستثمرين راه موجود ما يدار ومنطقه خصبه، اي شي حاجه زرعتها هنا غادي تنبت كما كان نوع، لأنه الحمد لله كما قالوا الأخوات قالوا الإخوة كنعيشوا واحد الأمن ونعيشوا الاستقرار ونعيشوا التنمية كما هي. صح. وزايدين عاوتاني التقنية التجديدة الحمد لله اللي العالم كامل الحمد لله كيشهدها، ولكن حتى المنطقة ديالنا راه كتشهدها، كتخدم بها التقنية التجديدة والعولمة الحمد لله الناس كانوا مسيرتها بالإيجاب معه بالسلبي، وبالتالي هذا كل شيء كيعطينا واحد المحصله اللي متفائله جدا اننا كنقولوا على ان هذه المنطقه راه ان شاء الله ليكون عندها واحد الكلمه اننا ان شاء الله في المستقبل ولا يعود فيها منافسه. حنا كنقولوا ان شاء الله من الان من الان من الان خاص
سفراء النوايا الحسنة وسفراء المملكة ديالنا والأخوات ديالنا الملاص اللي مشاو خصهم يعرفوا يعتز بالمكان ديالو لأن المكان اللي ما يعتز مكانته ما عنده مغربية ما عنده وطنية ولكن يبين حتى الوضعية الحالية ويبين حتى يعني حتى الاستثمارات مهيلة. بغيت كذلك قبل ما نختم بغيت نشكر الأخت ميمونة على هذا المتحف الله. سيد رئيس المجلس الإقليمي، سيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية، سيد المدير الجهوي الإقليمي للثقافة، سيد معالي الوزيرة، سيد رئيس قسم العمل الجمعوي بإقليم السمارة، سيد سفيرة النوايا الحسنة، الأخوات الفاضلات الفضليات، الأخوات الحاضرات، سيدة رئيسة جمعية الهناء ورئيسة متحف زمور، هنيئا لكن جميعا باليوم العالمي للمرأة، ومن خلالكن أقول أيضا هنيئا للمرأة المغربية من طنجة إلى الجويرة، وهنيئا وألف ألف تحية للمرأة العربية أينما تواجدت. ويحز في خاطري الوضع المزري الذي تعيش عليه المرأة المغربية الصحراوية المحتجزة بمخيمات دوف، وبهذه المناسبة نناشد كل المنظمات الحية والإنسانية من أجل التدخل لفك الحصار المضروب على هؤلاء النسوة الذين تتعرضن لكل أنواع الطقس بمختلف أنواعه، تتعرضن للحيف، تعرضنا للجهل، للأمية، لكل أنواع التعسف على المرأة. في البداية كذلك أود أن أرحب حر الترحيب بالسيدة الكاتبة العامة لوزارة الأمن ببوركينا فاسو، السيدة الوزيرة والأخوات المرافقات، وأقول لها أنه ليس من رآك من سمع. جاءت في إطار هذه الزيارة، ونشكر من برمج لهذه الزيارة وعلى رأسهم السيدة سفيرة النوايا الحسنة وممثلة المغرب بطبيعة الحال بالأمم المتحدة لتواجدها وزيارتها بالأقاليم الجنوبية لأمس بالعيون. ونشكر كذلك ميمونة اللي لبت لوجهة الدعوة، ونشكركم كذلك اللي لبيتوا الدعوة تجي كذلك تزور السمارة اللي تعيش فيها المرأة الصحراوية المغربية ومشاركتها الفعالة والفعلية في تدبير الشأن المحلي. أتكلم هنا عن تدبير الشأن المحلي إلى جانب أخيها الرجل، ولترى كذلك بأم عينيها الاستقرار والأمن اللي تنعم به المنطقة بطبيعة الحال، عكس ما يروج لذلك في الأبواق المأجورة التي تستغلها الجزائر والبوليساريو من أجل زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. إحنا في مدينة سمارة، يعني سمارة على بعد كيلومترات من الحدود الموريتانية ومن الحدود الجزائر ومن المنطقة العازلة، وترون الأمن والاستقرار يعني القلة مثيله في بقية المناطق. ولله الحمد آمنة، الأمن، الاستقرار، الهدوء، واللي بغيناها توقف عليه وتشوفه هو الدور الكبير اللي تقوم به المرأة في الأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية، وكيقول بأن راه كاين مثلا الاختطاف وكاين هذا باش يتم يقبض هو الدعم ويخلع الناس من الصحراء. هي الصحراء المغربية ما فيها أي شيء من اللي كيقولوا هما، مثلا كيف الحجار، كيف الدبوس، كيف الاختطاف، هذا الشيء كامل ما كاين منه شيء. واحدين كيسقلوا هذا أنا تكلمت تناكد لها عليه، هو أن للمرأة المغربية بالأقاليم الصحراوية دور كبير جدا، وكذلك بعد استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى حاضرة الوطن تم تقوية دور المرأة من خلال مشاركتها السياسية في تدبير الشأن المحلي. الحمد لله نجدها اليوم طبيبة، نجدها في التعليم، نجدها في الصحة، نجدها في المجتمع المدني، نجدها في القطاعات الاجتماعية، في العقارية، في المقاولات، برلمانيات، جميع الميادين، وعلى كافة الأصعدة نجد المرأة الصحراوية متربعة على هرم هذه المؤسسات كامله. نساء كفؤ، عندكم نساء مناضلات، عندكم نساء اللي هما كيتعتمد عليهم البلاد، ونساء اللي هما كيضحيو بولادهم بالغالي والرخيص باش تكون بلادهم زينه. وخلاتني نحبب العيون لان كنا غنديروا في المؤتمر اللي داز
mesdames et messieurs les membres de l'association, quand Fatima m'a dit, après Casa, Rabat et Marrakech, l'année prochaine nous allons venir à la Youn, j'ai dit, oh, on verra bien. Quand nous sommes arrivés à la Youn, elle a dit, nous allons aller à El Mara. J'ai dit, mais attends, celle-là, elle sait pas que moi je connais une histoire du Sahara qui ressemble à notre histoire et que est-ce qu'elle sait que je n'ai pas envie de venir? Bon, mais j'ai dit ça dans mon cœur. Mais quand nous sommes arrivés à la Youn, tout de suite j'ai dit, quand je vais rentrer dans mon pays, je vais faire la politique, je vais devenir maire et je vais jumeler ma ville avec la Youn. Et puis hier nuit, nous sommes arrivés ici. Quand j'ai vu la ville, je lui ai dit, je ne parle plus, je reste ici. L'image qu'on nous présente du Sahara, c'est tellement différent de ce que je suis venu voir. Et je suis d'autant plus contente que ça ressemble à notre histoire parce que au Burkina, nous avons la zone du Sahel, où il y a les terroristes qui empêchent les gens de vivre heureux. Et donc, quand j'ai vu que ce n'est pas vrai, j'ai remercié votre roi qui travaille pour son peuple, qui aime son peuple et qui veut le développement de son peuple. Encore plus que jamais, parce que depuis 2015, je viens au Maroc, j'ai aimé et je sais que vous avez un grand roi qui est là pour le développement de son peuple. Et je suis contente d'être venue ici et de pouvoir le prouver également quand vous arrivez au Burkina Faso et que vous allez à la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina. Vous voyez ce qui se passe, vous êtes étonné de ce qu'un homme peut faire à son camarade. Empêcher son camarade de vivre heureux, empêcher son camarade de prospérer, de respirer même. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, il y a des gens qui ne sont plus chez eux, qui ne respirent plus, parce qu'on les a chassés. Les femmes sont dispersées, et les familles sont cassées. On ne sait pas où se trouvent les membres de la famille. Et donc, je crois que le Sahara est un exemple que la lutte paye, et qu'au Burkina, nous allons continuer de lutter. Un jour aussi, nous savons que nous allons vivre heureux. Je suis contente d'être à moins de 10 km de la frontière et de voir que ça va. On se sent bien. Parce qu'elle a voulu me provoquer, c'est elle qui conduisait. Elle dit, J'ai dit non, elle ne sait pas que moi, j'ai les terroristes au Burkina. Les terroristes au Burkina. Et quand on entend POU, on a peur, on tremble. Et moi, parce que je suis secrétaire général du ministère de la Sécurité, et chaque fois que quelque chose arrive, on appelle, ah, tu as entendu, il y a eu une attaque, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de policiers, tant de militaires qui sont morts, ça fait mal. Ça fait mal. Et donc, je sais ce que vous avez vécu et ce que vous vivez aujourd'hui. Je félicite particulièrement les femmes, parce que vous l'avez dit ici, elles ont un double rôle, à savoir des mères et aussi des épouses. Si tu pars combattre et que tu rentres à la maison, tu n'as pas une bonne épouse, ça veut dire que ton découragement est total. Si tu as perdu à la guerre et que tu arrives à la maison, tu perds, ton découragement est total. Et donc je sais que vous avez de belles, de jolies épouses qui sont à vos côtés, qui luttent avec vous et ensemble, l'Afrique va vaincre. Parce que ce qu'il faut, il faut que l'Afrique gagne. On dit le berceau de l'humanité. Il faut que nous arrivions à recouvrer ça pour nos enfants, nos petits-enfants. Ce que nous n'avons pas eu pour que nos enfants vivent dans le bonheur, nos petits-enfants dans le bonheur. En tout cas, c'est le souhait. Je repars avec un cœur chargé. C'est comme un téléphone qu'on recharge. Je suis rechargé. Et je repars toute joyeuse de savoir qu'on peut réussir la lutte. Grâce au bon président que vous avez. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.